أدى انقطاع التيار الكهربائي بمطار العاصمة الفلبينية مانيلا إلى إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية محلية وتأخير عدد كبير من الرحلات الأخرى، فيما ما زال سبب انقطاع قيد التحقيق. ويأتي انقطاع التيار الكهربائي خلال ذروة موسم السفر، حيث يعود العديد من الفلبينيين إلى ديارهم من رحلات عطلة نهاية الأسبوع لثلاثة أيام خلال عطلة عيد العمال.